بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى نبدأ. طبعا خلينا نبدأ نجهز إيه الشغل بتاعنا. فمثلا ده شغل بنك، مثلا هنيجي عاملين فولدر بتاعنا نحطه في الشغل هنا، تمام. طبعا إحنا في شغلنا محتاجين فولدر نحط فيه ملفات الستايل بتاعي، تمام. خلينا نكبر دي كده شوية. ماشي، ممكن نجيب من الفيو، هذه الفيو هاتلي لارج كده ممتاز. كمان محتاجين فولدر نحط فيه الجي اس بتاعنا، تمام. محتاجين فولدر نحط فيه الصور اللي احنا هنستخدمها، تمام. طبعا هنا كده هنحط مين؟ هنحط الاندكس بتاعنا. يعني احنا ممكن نيجي عاملين كده، طيب تكست كنترول ايه، نسميه مين؟ ده نسميه مثلا الهوم دوت اتش تي ام ال، الهوم بتاعنا، تمام. عرفنا ان احنا بنستخدم بوت ستراب، فمحتاجين نجيب ملفات البوت ستراب. فممكن يعني نيجي هنا كده في البوت ستراب، البوت ستراب 3، نخش جوه السي اس الستايل، بناخد منه طبعا في اتنين منه، يا اما البوت ستراب دوت سي اس اس، يا اما اللي هي المضغوطه اللي فايت. فاحنا هناخد دي كده كنترول سي، تمام. ونروح هنا في شغلنا كده في الستايل بتاعنا، هنحط دي واحد. كمان ممكن نرجع فين البوتستراب اهو، الجي كويري بتاعه نعمل ايه، خلينا ناخد دول كده كنترول سي، تمام. نيجي هنا البنك طبعا جي اس كنترول في كده، ده مين؟ ده جي اس، تمام. كده يبقى احنا استدعينا جي اس والستايل الخاص مين؟ خاص بالبوتستراب، ممتاز. كذلك الامر برضو للاحتياط، يعني على طول مجهزين. طبعا المفروض ان انت بتبقى محمل المكتبه، تمام، واحنا شغالين بيها الاول كارسول. بالمره نستدعي الملفات بتاعته، ادي جي اس الخاص بيه اهو. كمان هنا هنلاقي اول كارسول، طبعا يا تختار دي يا المضغوطه. كمان هناخد ايه، وهناخد ديفولت كده، خلينا كنترول سي نحطهم هنا كنترول في يبقى الاثنين، وناخد عليهم الجي اس، صح، كنترول سي كده. خلينا نروح هناك، تمام، فين بنك اهو، خلينا نحط هنا كنترول في كده، ممتاز. ناخد جي اس كنترول اكس نحطها في ملف جي اس، ممتاز. وناخد الستايل كنترول اكس نحطه في ملف مين؟ في ملف الستايل كده، ممتاز ممتاز. في تاني في محتاجين الصور، هتلاقيني هنا كده مجهز شوية صور. لا مش ده، هما راحوا فين؟ هتلاقيني مجهزهم، ماشي. هما دول هما اللي ورا دول، تمام. خلينا ناخد الملف ده كده كنترول اكس كله، ومفروض ندخل في البان كنترول في، اعمل له ريبليس مكان ده، تمام اهو. هذه الصور بتاعتنا. يبقى احنا كده محتاجين بقى نيجي هنا نقول له ايه، اوبن فولدر، افتح لي الفولدر بتاعي فين. خلينا نروح هنا، خلينا نروح كمان هنا، خلينا كمان هنا الفولدر بتاعي هو بانك، نفتحه هنا كده، تمام. طبعا الستايل بتاعه تراب والكارسول والايمج، الصور بتاعتي موجوده، وجي اس الملفات بتاعته والكارسول، تمام. وادي اللي انا هبدا فيه، ممتاز ممتاز. طبعا احنا قبل ما نشتغل لازم تيجي تبص تتفرج على الشغل بتاعك وتشوف تقسيمته عامله ازاي ماشي ازاي، تمام. طبعا احنا شغالين على نظام بوتستراب كريت سيستم، تقسيم الشاشه بتاعتك ل 12 كولوم معين، وطبعا تحط الروز زي ما انت عايز. كمان لازم تكون سيستم نفسك مظبط حالك، يعني جاهز على طول على الشغل ان شاء الله تعالى. كده كده احنا نعتبر مظبطين كل حاجه، صح؟ تمام. فخلينا نبدا، تمام. خلينا نبدا دلوقتي على طول. طبعا احنا هنبدا في الهوم بتاعنا، هنكتب بس اتش تي ام ال كده وندوس تابع، يطلع لنا ده كده. طبعا احنا شغالين مثلا نقول ايه، نو بانك اسم الخاص بينا. محتاجين هنا نعمل عمليه استدعاء للملفات الخاصه بيا، تمام. اول شيء مش عايزك تنساه، تخلي الصفحات دي موجوده قدامك كده، دايما يكون جاهز معاك دبليو 3 سكول، دبليو 3 سكول كده، تمام. اكتب دبليو 3 سكول، بسم الله. خلينا نكتب اول تاني دبليو 3، اوكي. هي في ايه يعني دبليو 3 سكول نتوافق ليه، وادي الكليبي
مشكلة في النت. تمام. طيب تاني، بسم الله. اه كده اشتغل اهو. خلي الموقع ده خليه معاك دايما على طول، او قبل ما تشتغل خلي الموقع دي مفتوحة معاك. يبقى دبليو سي سكول وموقع الكليبي ده. تمام. كمان عايزك دايما كده جيب HTML ميتا خليها معاك. هات لي ماشي، هاتهم من دول بس تكون مشكلة. عايزك تكون مجهز حاجات كده على طول زي الايكونز، خليها لي في نيو تابة كده هنا. ده طبعا دي الميتا المستخدمة عندك في الهيد بتاعنا، فاحنا هناخدهم على طول كده كنترول سي. تمام. دايما بيكونوا هنا كده قبل، حطهم لي هنا قبل التايتل كده. ماشي اوكي، يبقى دول يطلعوا قدام شوية. ماشي، وادي التايتل. تمام ماشي. هنا كده تحت التايتل خلينا نعمل نستخدم اللينكات بتاعتي. احنا هنا محتاجين كنترول سي كنترول في كده. محتاجين نجيب مين؟ نستدعي الستايل بتاعنا اللي احنا هنكتب فيه. محتاجين كمان نستدعي مين؟ نستدعي الكارسر. تمام. دايما تخلي الستايل بتاعك اخر حاجه. فهنا يبقى سي اس اس جوه الفولدر بتاعك، وهنعمل واحد جديد. يعني المفروض هنا كده في الستايل بتاعي، فانا هاجي جوه الستايل اعمل نيو فولدر اسميه مثلا ستايل دوت سي اس اس كنترول اس. تمام. وادي اهو، ممتاز. كنترول شيل بعد كده خلاص. ماشي احفظ مش مشكله. هتيجي هيبقى مين؟ الفايل بتاعي اسمه ستايل دوت سي اس اس. كمان في عندنا ملفين، البوت ستراب صح، المفروض هنستدعيه. فهنيجي هنا كده، هو برضو جوه سي اس اس كده. هو اسمه ايه؟ اسمه بوت ستراب كده. تمام. دوت سي اس اس. طبعا لما تيجي نستخدم الاول كارسول برضو هتستدعي الملف الخاص به هنا اللي هو اول كارسول ده والسيم ديفولت الاثنين. فبقى مش هنستخدمه دلوقتي، خليهم هيبقى هنا كده. تمام. كمان في استدعاء الملفات محتاجين السكريبت الخاص بينا. ادي السكريبت والاس ار سي، هو اكيد موجود جوه جي اس. ممتاز. واحنا المفروض نعمل ملف جديد يعني نحط فيه الجي اس الخاص بينا. فانا مثلا هسميه مين دوت جي اس، نعمل كنترول اس كده. ف نيجي هنا جوه جي اس هنحطه هنا كده اهو. تمام اهو، اقفل ده بقى. نيجي هنا هات لي الملف بتاعك، دايما اللي هتكتب فيه خليه اخر واحد. ممتاز. يبقى ادي سكريبت. المكتبه بتاعتنا الاس ار سي، محتاجين مكتبه الجي كويري. احنا جبتها ولا مش جبناها اللي هنشتغل بيها؟ مش جبناها، خلينا نروح نستدعيها في الشغل بتاعنا. هتيجي هنا هتلاقي جي كويري دوت جي اس اي كنترول سي. تمام. المفروض تبقى محملها يعني. ادي جي اس، حطها هنا كده. تمام. خدها لي كده كنترول سي كوبي كده، واستدعيها لي جوه الجي اس. ادخل جوه هات الملف ده. طبعا لما تيجي تستخدم برضو الاول كارسل هيبقى هنا كده سكريبت كده، وتكتب الاس ار سي برضو جوه الجي اس الاسم، ايه الاسم الخاص بيه. تمام. تمام. هنا كده ان شاء الله تعالى هيكون ايه؟ هيكون الكود الخاص بينا. ممكن نصغر شويه كده. ماشي. تمام. يبقى ادي الميتا الموجودة عندنا. تمام. ادي الميتا بتاعتنا. ماشي. وادي التايتل بتاعنا، وادي الستايل الموجود عندي. تمام. ممتاز. هنا كده ان شاء الله تعالى هيكون الشغل. طبعا عارفين ان الشغل بتاعنا شغال ازاي. طبعا كل بلوك كده يعني، او سيكشن سيكشن. ده كده مثلا، ده كده جزئيه، دي جزئيه ثانيه، وات دوي اوفر جزئيه، النيوز جزئيه صح، سبسكرايب جزئيه، سيرفيس جزئيه. فدايما لما نيجي نشتغل دايما نتعود ان احنا نحط كومنتس. يعني مثلا اول حاجه الشريط اللي فوقه خالص ده، ده اهو لو جينا هنا كده الشريط ده التوب هيد خالص ده، خلاص عشان اعرف بدايته نهايته. مثلا اسميه توب هيد، هكتب كده التوب هيد مثلا كده اهو، والستارتس هير هيبدا هنا. واجي كده كتر الشيفت زر يعمل لك ايه؟ يعمل لك كده في السبلاين كتر الشيفت زر، وتقول مثلا ادو التوب ماله توبنس اندس هيل ان هير، خلاص هو بينتهي هنا اهو توب هيد اند هير. وهنا اكتب جزء الكود الخاص بيه. عارفين احنا دايما كل مجموعه كبيره او سيكشن مع بعضه بنحطه جوه ديف. تمام.
فهنقول له ديف ونديله اسم كلاس مثلا، خلاص انا هسميه توب زي ما كتبت، توب ايه؟ توب هيد كده، مشكله اهو. بما اننا شغالين في البوتستراب، فطبعا في حاجه اسمها كونتينر. كونتينر اللي هو يسيب لك ايه، انت نزلت كده هيسيب المساحه دي، دي كده ودي كده، كون 80 بكسل. خلاص خلاص، فنيجي عاملين كده ديف كلاس اسمه ايه، اسمه كونتينر اهو كده. جوه الكونتينر طبعا في الصف بتاعنا اللي فيه اللي بيتكون من 12 كولوم، برضو هجهزه كده. ادي ديف كلاس هسمي اسمه ايه، اسمه رو. انا لحد دلوقتي ما كتبتش حاجه من عندي خلاص لسه. هنا بقى ببدا اكتب الاكواد بتاعتي بقى. انا كده جهزت ايه، جهزت الشغل بتاعي تمام، اللي هو فوق كده جوه الرو ده. الرو ده اصلا بيتكون من 12 كولوم معروف في البوتستراب تمام. فانا ابدا اشوف ادي لدي كام كولوم، يعني ادي ديف، يعني دي الجزئيه دي احطها في ديف، والديف ده اقول والله انت تاخد كام من ال 12، وده ياخد كام من ال 12. بمجرد نظر كده والله، انت قيم براحتك يعني، دي تاخد كام، دي تاخد كام تمام. وتبدا هنا يعني مثلا تجربه كده، انا اهو عايز اعمل ديف الاولاني مثلا، اقول ديف كلاس ده مكتوب في ايه، مكتوب في حاجه عن الخبره كده صح، او جمله ويلكم. فانا اسميه مثلا ويلكم، ويلكم كده حلو، واجي ده زي مسطره. وانا عايز اديله مثلا، انا شايف والله انه واخد نص الشاشه، فياخد 6 كولوم، 6 من 12. فانا بقول له كولوم داش ال جي في حاله الشاشه الكبيره، طبعا ريسبونسف عشان الشاشات، في حاله الشاشه الكبيره والله اديله 6، 6 من ال 12 كده. ده دي عادي خالص، دي بس ايه، دي بس اللي هتزيد عليه تمام. وتيجي هنا تشتغل عادي خالص، تكتب جواه الكود الخاص بيه. والله مثلا دي عايز تكتبها باراجراف اسبان اتش 2 اي حاجه اتش 1، هنا تحط الكود بتاعه هنا تمام. كده ان شاء الله تعالى الشغل بتاعنا ان شاء الله تعالى جاهز باذن الله تعالى على الشغل، وكتبت الكود على طول ان شاء الله تعالى. نبدا من المره الجايه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.